هضر سي عبد الله، هذه راه مسؤولة كبيرة. لا قولي من قولي من كون جيت من الناس حاج رئيس جمعية الأمل بلدية أغلاف. احنا جانا اخبار هذا مع الزلمه تاعكم، رئيس جمعية الطفولة وانا رئيس جمعية التضامن مع الأسر الريفية وعضو بالمجلس الشعبي الولائي وبالمجلس الوطني، واليوم جينا لحد زيارة عندكم باش نشوفوا السيد تفضل الحاج. قلنا كيف هذا المرضي كيف بدات معاك، كيف حبه تاع الحمص هذه في ديواني 1992. كيف في البداية تاعها كيف كنت تخدم، جاك مرض، جاك كيف بدات؟ الله يجيني سمر زي روحها خرجت روحها جودة نعودك ولا لا 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 عندك ملف تاع كل التحاليل. واش هو مطلوب شطب ولا باش دير العملية؟ جهة من جهة ها؟ جهة جهة راح تكتل عليه. أنا نشوف راح تكتل عليه. ودير في الخارج تخلصوا بشي أطباء في الخارج. لا هو قال اليوم في التعيد اليوم تجيك الورقة تاع الشهر الرحمن. اليوم تجيك الورقة. تجيك الورقة هذه تكون يعني هو بصح بصح مدام هو قال لك اليوم بصح لي بروماسيون كل يوم راه مدي من الناس. لا الورقه انا نعرف باللي احنا اذا كان نشوفوا كيفاش نقدروا نساعدوا، احنا نشوفوا واش يكون لها تعديل وعندهم اللي يكون وعندهم اللي يتوجه باش يداوي هاد الحبه هادي اللي ولات زعما حاجه كبيره. وراها مؤثره هي موجوده جاهليه. هو عنده المشكله تاع المرض، هو يغبنا في الليل ماشي يغبنا في الليل سي رمضان. هذا المرض يمكن غادي يبقى يتعصب له يدخل له الداخل وتصدق راه مبان على برا، ولكن من بعد خاف يزيد يجي لحقه الدور نتاعه، هو ما يجي لحقه الدور نتاعه تيكون فوالا. حنايا جينا اليوم ورحنا كنا رحنا جايين من دار العجازة حصل اليوم احتفال باليوم العالمي للعجازة فوالا، من تما جينا نشوفو قلنا نتصلو بكم ونشوفو مع الاخوان مع كاين المحسنين اذا كان ممكن، حنا ماذا بينا نعرفو المبلغ شحال ومع هو قال لي على اليوم يعني شو اليوم اليوم ولا غدوه ولا احنا ما رحناش بعد، احنا قلنا في عين في ان شاء الله
هذيك هي الوجود تاع المهم في فائده البلد تاعنا وراه يحكي لنا عن المرض نتاعو كان في 97 وهو الان من هذه الحبه كانت صغيره 92 بدات بدات حتى اليوم راه عندها 13 عام في البلد ديالنا ما نعم.